عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ الحبايب. النهاردة بقى هقول لكم على طريقة حفظ السلطة في التلاجة لمدة 3 أيام. أكيد كلكم بتزهقوا من تقطيع السلطة وممكن يوم تكسلوا. أكيد طبعا هي مهمة الفترة دي عشان تقوي المناعة، الخضروات دي كلها فيتامينز. فاحنا هنعمل الفكرة دي، أول حاجة هنغسل الخضار كويس قوي طبعا، يعني مهم جدا، ونصفيه ونسيبه نص ساعة كده يتصفى من المية وينشف، احنا مش عايزينه يبقى فيه مية خالص. هنقطعه وهوريكم هنحتفظ بيه في التلاجة ازاي لمدة 3 أيام. احنا خلاص قطعنا السلطة، هنشيلها نغطيها هنشيلها في التلاجة لمدة 3 أيام وبعدين هوريكم. اهي السلطة بعد 3 أيام، دول الشوية اللي اتبقوا. طبعا احنا بعد ما قطعناها احتفظنا بيها في التلاجة، ما حطيناش عليها ملح ولا ليمون ولا اي حاجة خالص، مجرد تقطيع، وكان الخضار ناشف ما فيهوش اي مية. كنت بفتح عليها اخد منها شوية واغطيها تاني بمعلقة نظيفة كده، وبعدين الشوية اللي بنطلعهم طبعا بنحط ملح وكمون وليمون وزيت زي ما تحبوا، الاضافات اللي بتحبوا تزودوها، والباقي اللي هنشيله ما بنحطش عليه حاجة خالص، بيطلع معانا بالشكل ده كأنها لسه متقطعة بالظبط. جربوها هتعجبكم قوي، ويبقى معانا سلطة في التلاجة طول الوقت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.